وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة أعرب سموه فيها عن أسمى آيات التهاني والتبركات بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح داعيا الله جلت قدرته أن ينعم على سموه بتمام الشفاء والعافية وأن يحفظ سموه لمواجهة واصلت مسيرة العطاء والتقدم التي يقودها سموه في دولة الكويت الشقيقة